خرج الرئيس جمال عبد الناصر من داره وبرفقته السيد عبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر نائب الرئيس لتأدية صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وكانت الشوارع محتشدة بالجماهير الزاخرة التي أخذت تحيي الرئيس جمال عبد الناصر. وبين مظاهر المحبة الخلابة هذه وصل الركب إلى مسجد الأزهر، وكان في استقبال الرئيس السادة نواب رئيس الجمهورية والوزراء. وصل الرئيس وصحبه إلى داخل المسجد بين الدعوات الصالحة من المصلين. وأدى الرئيس وإخوانه فريضة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وغادر الرئيس المسجد بين الهتافات المدوية من الآلاف المؤلفة من الجماهير التي أخذت تحيي قائدها وزعيمها وتهتف بحياة الجمهورية العربية المتحدة.